هيثم أحمد، ألو. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل يا هيثم. أول شيء بشكر جهود التلفزيون الأردني لمساعدة إخواننا في فلسطين وبالتحديد في غزة. أشكرك. وأنا بشكر كمان سيدنا على مواقفه الهاشمية اللي دائما عارفينها، اللي بتخدم كل المصالح الوطنية والقومية. وأنا نويت أتبرع بقيمة 14,000 دينار من شركة كيان الدولية، لأنه أنا المدير العام لها. أول إشي 10,000 دينار بأجهزة قطع توفير للبنزين للسيارات عشان سيارات الإسعافات المتواجدة في غزة. وبقيمة 2,000 دينار أجهزة لتوفير الكهرباء لغرف الأموات وغرف التبريد، وقيمة 2,000 دينار لأجهزة التكييف اللي بتوفر الكهرباء، لأنه أهلنا في غزة هلأ بيحتاجوا كل قطرة بنزين وكل كيلو وات كهرباء. نعم هيثم، يعني مجموع التبرع اللي منك اليوم هو 14,000، صحيح؟ نعم. شكرا لك هيثم. نعم شكرا لك، يعطيك العافية.